السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطويجين سهل مهال، واحد الحليوة، وكذلك المواد اللي كتسولوني دائما عليها، لأن غالبا ملي كنتقدى كنتخلص دائما من الامبالاج. نتمنى إن شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، وتفضلوا معايا باش تشوفوا تفاصيل الفيديو. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمجازة اللي كانت قدامنا هي هذه، سميتها أغموني ناتور. وبالنسبة للدقيق راه هانتوما راه حتى لي أي مجازة بيو راه كتلقاو فيه الأنواع والأشكال ديال الدقيق، يعني لا الدقيق سون غلوتين ولا الدقيق الفارينة، ولا غير هو القمح الصلب اللي كيكون بوحدو، ما كيكونش مع هاد الأنواع، وكيكون كيتباع بدون نخالة. وبالنسبه للزيت كتسولوني منين كنشري، كناخذو حتى هو من هنا، كناخذو العبار، كيكون جاي من ليسباند الزيت، ما كيكونش مخلط. بالنسبه للاخوات اللي ما تحملوش البيكربونات، انتما انا خديت هذه الخميره العاديه، غير هي ما فيها حتى شي حاجه خايبه، فيها غير البطاطا وفيها البوتاسيوم وفيها البيكربونات، يعني كتكون بيو. وخديت هاد لامارونت حتى هي ما فيهاش غلوتين، هذه هي راه. وهنا خديت هذه ما تناخذهاش بزاف، سميده ديال المايس، غير طلبتوها ليا باش طلبتو ليا باش نوجد لكم وصفات بها فخديتها. وهنا هاد الروز الاسود اول مره كناخذو، قريت عليه بانه مزيان، خليكم تقلبوا عليه ان شاء الله. وعندي هاد التابيوكا كتقل لكم بحال كلا بغيتو توجدوا شي ديسير ولا شي حاجه، نخليكم ان شاء الله تقلبوا عليها حتى هي. الا بغيتوني نشارك معكم وصفات بها ان شاء الله نشارك معكم. بالنسبه لهاد الشوكولا راه فايته موريه لكم، غير بالنسبه للاخوات اللي يلاه التحقوا بالقناه، هذا راه ما فيه حتى شي حاجه، فيه غير لو بور دو كاكاو، فيه الكاكاو وفيه الفاني وفيه السكر. النسبه ديال السكر مابقيتش عاقله، يمكن بعدا فيه 60% ديال الكاكاو، كاين اكثر، كاين حتى 100% بالنسبه اللي ما بغاش السكر بالمره. وهنا هذا الحليب ديال الكوك اللي كنت درت معكم ديسير وسولتوني على لومبالاج ديالو. وهذه الثومه كتكون سوداء، كيكونوا مطيبينها في الماء ديال البحر، خليكم تقلبوا عليها حتى هي. وهنا هذه راه لا بروبوليس اللي كنت فايته شاركتها معكم، كنا خدينا شحال هذه وسالات، ودابا عاود خديتها باش ناخذها ان شاء الله قبل ما يوصل الربيع، فصل الربيع كتكون هكذا. هذه كناخذها انايا ما مخلطاش، يعني ما فيها حتى شي حاجه، فيها غير البروبوليس بوحدها. هذيك المعلقه كتعبر لكم غرام، وحتى هي كاينه حتى في انترنت، الا لقيت الرابط ديالها نخليه لكم، كنظن بانها كاينه في انترنت. وهنايا هذا خديته للدراري، فيتامين دي، فيتامين دي 3. وخديت هذا فيه لي مينيرو، مزيان الواحد ياخذوه هكذا مره في العام، يعني غير نكمل هاد القرعه كنحبس. وخديت لوميغا 3، هذه هي المره الثانيه في هاد العام باش كناخذو، يعني كتاخذوه مع الدهون. رفيت تشاركتو معكم، تقادات هذيك القرعه، ودابا عاودت خديت. وهذه حبوب ديال ساغازان، هي الحنطه، كنرقدها في الماء، فايت تشاركت معكم وصفات بها، كنرقدها في الماء ومن بعد كنسلقها وكندير بها لي سالاد، كنقدر ما فيهاش الجلوتين، راه كاينه حتى في المغرب. وهذه لا ماكا، هذه كناخذها الصباح مع الفطور، فيها لو فيغ، فيها مهم، هي زوينه بزاف، فايت خديتها ودابا عاودت خديتها عاوتاني مره اخرى. وهنا هاد لي زيكلا ديال فوف دو كاكاو، بالنسبه للكرو هادو خضرين، يعني هذا الكاكاو خضر، يعني ما محمصينوش. بالنسبه اللي ما بغاش ما يكون فيه حتى شي حاجه، لا سكر لا بحال دابا، هذا تقدروا ديروا غير معلقه، يعني كتستافدوا من المغنيسيوم اللي فيه
ويعني تقدروا تخلطوه مع التمر مثلا مع الصباح، ديروه هكذا للوليدات. من الاحسن ما تطيبوش باش تستافدوا منه. وهنا هذا الطين الاخضر كنديروا في بزاف ديال التحضيرات، يعني كاع المواد اللي خديت هذا النهار هداني الله وصورتهم لكم، يعني غير جبت قضيه حطيت كل شيء وصورت لكم، صورت لكم غير داكشي اللي تسولوني عليه. الطين الاخضر خديت هذا، كيكون هذا مزيان تقدروا نديروا به حتى الدونتيفريس، تقدروا نديروا به بزاف ديال الحاجات. وهنا هاد الطماطم هادي، هاد الماركه هادي زوينه لان ما فيها حتى شي اضافه، ما فيها لا اسيد سيتريك لا كوريكتور دو غو لا حتى شي حاجه، فيها غير الطماطم صافي. لان اصلا الطماطم باش كنكونسيرفيوها راه سهله، يعني عا كنطيبوها وكنسدو عليها، يعني ما كتحتاج صراحه شي حاجه اخرى. بالنسبه لهادي، بالنسبه للاخوات اللي سولوني على الورقيات، بحال دابا هادي اللي سميتها لاماش كتكون موجوده دابا، فهذه هي الوقيته ديالها. وخديت المعدنوس حتى هو هذه هي الوقيته ديالو بالنسبه للاخوات اللي كيسولوا، يعني موجود دابا. والكرافس راه مزيان بزاف فيه المغنيسيوم، تقدروا ديروا به عصير باش يجيكم خفيف، ديروا معاه البرتقال تشربوه مع الصباح، مزيان بزاف بزاف. ولي زيبيناغ بحال هاد لي زيبيناغ هادو كان ما كنطيبهمش، كناكلهم بحال السلطه. انا فهاد الوقيته ما كنبقاش نشري سلطه انا. وهنا هذه لابليت، هذه ما خديتهاش بيو، هذه ما لقيتهاش في البيو، وانا ناخذها غير من السوبر مارشي. شفتوا كيف قداش كتكون ملي ما كتكونش بيو، وملي كتكون بيو كتكون غير صغيوره. هي دابا هي اللي غادا ندير بها اليوم الطاجين، قطعتها غسلتها مزيان وقطعتها، وغادا ندير معاها هاد الورقه اللي كتبان لكم كبيره، هي سميتها بالفرنسيه لوزي بالنسبه للبنات اللي كيسولوا حتى بالكلمات بالفرنسيه، وسميتها بالعربيه الحماض والحميضه بالدارجه، يعني كنا كنقولوا لها الحميضه ملي كنا صغار. وبالنسبه للابلات سميتها السلق بالدارجه، وحتى باللغه العربيه سميتها السلق. انا درت شويه ديال الزيتون، قطعت معها حتى البصل الاخضر. سمحوا لي ما عرفتش كيفاش ما صورتش يعني البصل، درت فيها زوج ديال البصلات طوالين قطعتهم، البصل الاخضر لان دابا هدي وقيته. ودرت شويه ديال الزيتون الاخضر، شويه ديال الهريسه، شويه ديال الزنجبيل والملح، صافي ما غاديش ندير فيها بزاف ديال التوابل. وغندير الكمون، هادو هما التوابل اللي كيجيو معها، الزنجبيل الكمون، تقدروا ديروا القزبر يابس الا بغيتوا. وغادا ندير شويه ديال الملح، الزيت البلديه. الى بالنسبه للهريسه الا ما عندكمش ديروا غير الفلفله حاره، ولا ديروا شويه البزار. صافي كنخلط مزيان، وغادا الا بغيتوا تقدروا ديروا واحد العصيره ديال الحامض، يعني هكا نص حامضه. غنسد عليه دابا وغادا نديه يطيب، وغندوز باش نوجد ان شاء الله الحلوه بما طابليا طاجين، يعني غير باش تدبل ديك اللحم. بالنسبه للمكونات، عندي 300 غرام ديال الروز، وعندي 300 غرام ديال الكاوكاو اللي محمر، وهنا عندي شويه ديال المشمش وشويه ديال التمر باش غادا نحلي. تقدروا تستعملوا غير التمر بوحدو، وغادا ندير شويه ديال الكاكاو وغنسمها بالقرفه. بالنسبه للروز راه مسلوق، يعني عبرت 300، يعني حتى تسلق عاد عبرت خديت منه 300 غرام. بالنسبه للكاوكاو طحنتو، الروز حتى هو طحنتو في الطحانه، وغادا درت شويه ديال القرفه، وزدت زوج ديال المعالق او ثلاثه ديال الكاكاو، يعني على حسب نتوما اللون ديال الحلوه كيفاش بغيتوها. صافي وكنخلط مزيان، ممكن تزيدوا شويه ديال المزهر الا بغيتو، تقدروا تنكهوها باش ما بغيتو، المهم هاد الحلوه ما تطيبش. الا بغيتوا تنشفوها شويه تبقى لكم يعني 4 ايام ولا 5 ايام، ممكن تنشفوها واحد شويه في الفران. الا بغيتوا تستافدوا من المكونات يعني اللي فيها، فكتحتفظوا بها في الثلاجه، كتبقى غير يومين صافي، ما كتبقاش بزاف، يعني كتوجدوا غير هكذا حتى كتبغيوها وعاد كتوجدوها. تقدر دير لكم يومين فقط في واحد البواطه في الثلاجه، يعني احتياطا نفضل انها تبقى يومين، لما كنديروش فيها شي حاجه اللي غدا تحافظ عليها، يعني اللي غدا اللي
يعني غتجعلها انها تبقى مزيانه. داكشي باش الا بغيتوها تبقى لكم يعني من 4 ايام حتى ل5 ايام، فدخلوها نشفوها شويه في الفران، عاد دوزوها في هاد، تقدروا تدهنوها بشويه ديال العسل مثلا ودوزوها في هاد الحبوب هادي. يعني هذا غير للتزيين فقط. من بعد ما كي يطيب ليا الطاجين، غدا ان شاء الله نزيد ليه شويه ديال البيض. هانتوما هي وريتكم كيفاش كتجي من الداخل. كيف شفتوا الطاجين صافي طاب، زدت عليه واحد 5 ديال البيضات وصافي ها هو طاب الطاجين. يعني فايته وقيلة لا فايته مشاركه معكم، دابا وليت كنسى مشاركه معكم الوصفه. مهم غير هي شي مرات تقدروا تاخذوا داك السلق وتقطعوه رقيق رقيق رقيق، وما تحتاجوش طيبوه شويه، عاد زيدوا يعني عاد زيدوا البيض، تقدروا تخلطوا كل شيء في مره. يعني الطريقتين مزيانين. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.